ان شاء الله. طيب خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان متواجد في مقر الاتحاد المصري لكره القدم في او بخصوص المؤتمر الصحفي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير. بقول لك ايه؟ مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. هو الدوري هناخده امتى؟ الدرع امتى؟ ما حدش قال لك هناك في الاتحاد؟ بص يا امير يعني ما فيش قرارات يعني صريحه، كلها امور مبهمه. مبهمه. يعني النهارده الاستاذ الدكتور عمر الجنايني رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون الاتحاد كره القدم المصري قال ان الامر متروك لما بين النادي الاهلي والشركه الراعيه لتنظيم الامر وعرضه على الاتحاد المصري على اللجنه لتحديد اليوم. كتير من الناس برضو عايزه تعرف ان مين المدير الفني القادم. حتى الان الامور لم تحسم. الامور اللي تم مناقشتها امير النظام الخاص بدوري الدرجه الثانيه والدوري الدرجه الثالثه والدوري الدرجه الرابعه وتقسيم الدوري القسم الثاني لثلاث مجموعات هيصعد منها كل مجموعه وهيهبط فريقين من كل مجموعه. من الامور الايجابيه اللي تم مناقشتها انا شايف انها هتكون بدايه ان الدوري زي ما قال الدكتور عمر الجنايني ان الدوري الموسم القادم هيكون من اول اسبوع بالجمهور وان بدايه وان لقاء النهائي كاس مصر هيكون هو بدايه لعوده الجمهور في الموسم القادم ودي ابرز الاجابات اللي تم الحديث عنها في هذا الاجتماع. لكن بعض الامور بقى اللي لسه ما وضحتش يعني كثير من الجماهير او الاخوه الزملاء الصحفيين اللي كانوا موجودين سالوا السؤال امتى النادي الاهلي هيتسلم الدرع؟ يعني عندنا غدا لقاء كاس مصر والفايز ايا كان من الفريقين هيتسلم الكاس. السؤال امتى تسليم درع الدوري؟ ونتمنى ان احنا نشوف مع نهايه كل مباراه في الدوري ان يكون هناك يعني مراسم تسليم للبطل والفائز بدرع الدوري داخل ارض الملعب. ده كان مطلب من كل الاخوه والاعلاميين والساده والدكتور عمر الجنايني ووضح ان الامر بالفعل هيتم تنسيقه خلال الموسم القادم لتلافي اخطاء المواسم السابقه. طيب فاروق قرعه الدوري امتى؟ ما قالوش برضه. طب السوبر امتى؟ والله يا امير بقول لك في بعض ولا ميعاد الدوري النهائي امتى؟ ميعاد الدوري اللي هو الاتحاد يعني قال ما بين يوم 20 او 21 20 او 21 ده هيكون اليوم انطلاق الدوري المصري. حتى كمان يا امير مواعيد الدوري الممتاز اللي هو القسم الثاني يعني لظروف تاخر اجراء قرعه الدوري المصري وتحديد المواعيد والايام اللي هيتم اداء مباريات الدوري فيها دوري القسم الثاني لم تحدد له ايام لان المنتظرين يشوف الايام والمواعيد اللي هيتلعب فيها الدوري الممتاز علشان يختار ايام ثانيه يلعب فيها دوري القسم الثاني لان في اتجاه بنسبه كبيره لتسويق الدوري القسم الثاني الممتاز ده. فالامور مش واضحه يعني في شويه تضارب شويه مش عارفين. طب ما قالولكش يا فاروق هتبقى واضحه امتى الامور؟ يعني كل الكلام يا امير يعني طب اي حاجه كلام الاستاذ الدكتور عمرو الجنايني والدكتور جمال محمد علي ان يا جماعه ان شاء الله هيتم اتخاذ القرارات اول ما ناخد القرارات هنبلغ بيها من خلال الاستاذ اسامه اسماعيل المتحدث الاعلامي لاتحاد الكره. طب هنعرف القرارات امتى؟ الامور كلها تحت المناقشه. طب خلال فتره قد ايه الامور كلها تحت المناقشه تحت الدراسه؟ يعني لسه برضو الاسئله كتير والاخوه الصحفيين والزملاء بيسالوا طب احنا عايزين نعرف ايه طب ايه المعايير اللي هيتم من خلالها اختيار المدير الفني القادم خصوصا ان التصفيات امم افريقيا يا امير زي ما انت عارف هتبقى في شهر 11 وتصفيات كاس العالم هتبقى في شهر 3 برضو لا لسه لما نعلن اسم المدير الفني هنبقى نقول لحضراتكم احنا اخترنا المدير الفني بناء على ايه او ايه المعايير. لسه هناك بعض الامور يا امير مش بعض الامور يا فاروق ده كل الامور في الحقيقه. انا بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا جماعه احنا ما بنهاجمش اتحاد الكوره خالص بالعكس احنا بنساند اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم والناس جايين في مهمه خلال فتره زمنيه محدده بنساندهم وبندعمهم وكل حاجه ما عندناش مشكله معاهم خالص. لكن في نفس الوقت